صار قتل. السعادة من شرد بالمال لا تنخدع لا يخدع المال كم من فقير عايش براحة بال وانت الغالي ولا ليلة هلالك شوف يا عيني شو اسمه انا مشيك لا يطمعوا حاسب لا تخسر بالسبق حالك يلي الدنيا عندك صبي صح معي فكر بوجع الناس ساعد أخوك برأفي وبإحساس صف المراية دنيا تصفالك عقير نقي صبي لازم وطلعت بنتيجة بعد ما راقبتني؟ انك بنت بتطير العقل وانك البنت اللي بدي اياها وانك واني لازم روح البيت مشان ما اتأخر على البيت اللي عرفته عسلي حاضر هذا عنوان بيتي وفيه عنوان شركة البابا سالم الأزهري اسألي مين هن أولاده وانا فؤاد الصغير منه فؤاد؟ انت شو بتشتغل؟ حاليا ما بشتغل شيء يعني منوب منوب؟ بس امتى ما بدي فيني أمن أحلى شغل عن إذنك لحظة أنا سريح العمى شو حمار ليش قلت لأني ما بشتغل بس رح ضل وراكي لو بدك تلقيني بصرمايتك مساء الخير جميعا مساء النور كيفك يا أمين أهلين مدام رودينا يلا بالإذن Thank you.
اسف ما عاد ليك. تفضل. تفضل. كتير لو شفتك بالشارع ما كنت عرفتك. عن جد؟ بتعرفي انك زغرانه 20 سنة؟ وبتعرف انت انك كبرانه 20 سنة؟ معناته طلعنا قد بعض. لا يعني هو مو قد بعض قد بعض بس الله شو هالبقى الحلوه هاي؟ هلا انتبهتي لها؟ وقت اللي بيكون في شيء احلى من الورد ما بتطلع على الورد. على كل حال انا محضره الفازه. الله يمرق هالليله على خير الا ما تمرق تمرق. مهدي هاي صورة من المشروع تبع أبونا صديقك طريف الأيوبي. أنا وأخوك رائد عملنا دراسة أولية عليه. يبدو من مواصفات التنفيذ اللي طالبين أنه الكلفة رح تكون عالية. إذا بده مواصفات عالية جدا بابا هذا بيعني أنه الكلفة كمان لازم تكون عالية جدا. شوف مهدي أنا بدي إياك تعمل دراسة تنفيذية للمشروع وتلاحظ شغلة. هذا الرجل اختار شركتنا بالذات للتنفيذ وانت بتعرف السوق لما واحد بيختار شركة معينة بتقوم بتبص دمه. نحن اللي رح نعمله بالعكس تماما. مثل ما هو تمنى على امواله نحن كمان لازم نكون امينين على امواله ولذلك بدنا نعطيه ادنى سعر للتنفيذ. مثل ما بتريد بابا مثل ما بتريد. شو ما رجعت ماما لسه؟ لا مبلا رجعت. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء النور ماما. شو وين ابوكم؟ طلع ينام. من هلا؟ استناكي تأخرتي عم طلع ينام. خير في شي؟ لا ماما استناكي تأخرتي فطلع ينام ما في شي. شو أنا بنت صغيرة؟ أنا لطبيلي. معقول؟ شو هالحكي؟ بتعرفي أنا ما بشرب يعني يا دوب بيراي. بس يلي ما بيشرب ما بيعرف طعم الحياة. كأني شربت. يا فؤاد أنت ليش هيك منكمش على حالك وخجلان؟ جرب اشرب. جرب وشوف كيف جسمك رح ينفض نفض.
أنا هلأ جسمي عم ينفض نفض. طيب أنا رح أشرب عنك عشان خليك تتشجع. بس أنا ما بدي أتأخر عن بيتك أكثر من هيك. شو يعني؟ يعني بدك تسمحي لي. أنا أجيت لأنه رجلك مفكوشة بس طلعت مو مفكوشة. صدقني وقت اللي اتصلت فيني كانت عم توجعني بشكل مو طبيعي، بس سبحان الله قبل ما تجي ها بخمس دقائق، بس بخمس دقائق طابت. يا سبحان الله. المهم اطمنت عليك. وحياتي ما تروح. ايش هالليلة يا روزا؟ نام إلا لحتى نرسي على بر. أنا قررت أن أحط حد هالمسخرة هي اللي عايشينها من 3-4 سنين. رديلا طلعي فيني هون. لك أنا مين؟ لك أنا سالم الأزهري اللي أرض السوق ترتج تحت رجلي، اللي كل الناس بحلفوا بحياتي. أي مزبوط. مين عم يقول غير الحكي؟ أنتي حضرتك، ولا كأنك شايفتيني ولا كأنه أنا زوجك. وطي صوتك، الولاد لسه سهرانين. لك أنا عايش بهذا البيت شفقة. لك أنا اللي بحرك السوق كله مثل حجار الشطرنج. لك أنا يصير فيني هيك؟ أوف 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 أوف. لا تتأففي أبدا، اسمعيني منيح. شوفي أنا حياتك برات البيت ما عم بتدخل فيها. روحاتك وجياتك انت ورفقاتك واصحابك وسهراتكم وجولاتك السياحيه ما عم بحكي عليها شيء ابدا. يمكن حق علي انه انا سكتت عليك بالاول فتعودتي، وانا تعودتي وخلصنا. لكن في شيء تاني ردينا، فهمي، هون بهذا البيت وبهي الغرفه بالذات انا في الي حق عليك. يا بتعطيني اياه يا باخده من غيرك. كيف يعني بتاخده من غيري؟ تزوج وحده تانية. يا ريت تتزوج، والله بتريحني. وانت كمان بتتهنى بعيشتك. بس يعني في واحد عمره 65 سنة يتزوج؟ شو يعني 65 سنة؟ ان شاء الله اكون 95 سنة، المهم الصحة. الله يديم عليك. قولي لحالك ما انت صبية. سالم قلت لك 100 مرة مو قدراني اعطيك شيء. مو سمعان عن العجز؟ أنا عندي عجز. والله شي حلو. أنا بعرف أن العجز بصير مع الرجال مو مع المرأة. هي أول مرة بحياتي بسمعها. وصارت هي الله وهي حكمته. لا ستي ما صارت، أنت اللي ما بدك. قلت لك 100 مرة وطي صوتك. ما بدي وطي صوتي، أنا اللي بدي أفهمه بس أنت ليش عم تحاولي تهينيني وزليني؟ صدقني عم حاول بس ما عم بقدر. شو أعمل؟ أقتل حالي لحتى تصدقني؟ عم حاول أني أعطيك حقك بس ما عم بقدر. ما عم تقدري لأنك بتكرهيني. إذا كان ما عم تقربي علي، لو كيف بدك تحبيني؟ بوس إيدك، بوس إيدك، وطي صوتك. خايف الأولاد يعرفوا؟ أنا ما بعمل شي غلط. ما كان معقول يا رودينا، معقول بعد كل هالعشرة الطويلة هاي تتجاهليني ولا كأني موجود؟ حبيبي سالم. لا تقولي حبيبي. أيوة أنا مالي حبيبك، انت حبيبة حالك. اسمعي رودينا، هذا اخر كلام عندي. يا اما بترجعي الزوجة المثالية اللي انا بعرفها، يا اما مو بس رح اتزوج عليك، لا رح اطلقك. وشو بدك تقلن لولادك؟ طلقتها لان ايه لان عيب ولا حرام؟ سالم حبيبي اهدى وخلينا نتفاهم. ما في تفاهم. طيب بكرة بس ترجع من الشركة بنحكي على رواقة. لا ستي هلا بدنا ننهي الأمر. لا هلا ما عندي استعداد، بدي نام. واعمل اللي بدك إياه. هلا فهمتوا شي؟ بابا بحياته ما طلع عن طرق. أنا ما عم صدق الشي اللي عم بسمعه.
بس لو مو مقاسي معها ما طلع معها شيء. ايه بس مو لهالدرجة وبهالصوت العالي. يمكن بابا بده يانا نسمع. لا ابوكم اكيد فقد اعصابه. كل هالشيء نحن ما بنعرف؟ ولازم نضل ما بنعرف، لانه اذا عرفوا انه عرفنا صورتهم رح تنهز قدامنا. وشو عرفتوا بقى؟ ما تفهموني معكم؟ انت ممكن تفوتي تنامي؟ وليش بقى؟ لاني الصغيرة يعني؟ نورمان عغرفتك. لك انا صار عمري 20 سنة ولهلا بتعاملوني كأني بنت صغيرة. عم اقول لك عغرفتك. ايه بدي فوت على الحمام انا. انا كمان فايت نام. بكره بدي كمل مشروع طريف الايوبي الصبح مبكي، تصبحوا على خير. نحن لازم نعمل شيء يا رائد. أبوك كتير متوتر وهذا الشيء مو منيح لصحته. صحته ما فيها شيء، لا معه سكر ولا معه ضغط ولا معه قلب، وهي الأزمة إلا ما يتجوزها مع أمك. هذا الشيء خصوصي ما لازم نتدخل فيه. بس مو معقول الكلام يا لسمانة. يلي بيصير بين الأزواج ما حدا بيعرفه غير رب العالمين. إيه رائد، بس مو ماما وبابا. شوف فهمتوا مني، نحن ما سمعنا شيء وكمان صار لازم ننام. يلا يلا. أول واحد من 5 سنين بروز قدامه. بس برافو، شي بجنن، رقصك بجنن. يعني لو بنت 14 ما بترقص هيك. بلا ليش أنا قديش عمري؟ بعدين مو المهم العمر، المهم القلب. وأنا قلبي شباب شباب واضح. ليكون عم تتمسخر فوفو. أنا أعوذ بالله. صحيح ذكرتني، في هدية شريت لك إياها. صحيح مو من قيمتك بس بتمنى تعجبك. تفضل افتح. ساعة ماركة عالمية وما هالجرانتي. ميرسي لك مدام، عم تعذبي حالك. لأنك عزيز يا سيدي، أنت أعز عزيز. بس أنا ما بدي منك شيء،
ما بدي غير سلامتك، سلامتك وأنفت بهالليلة. شو نعست حبيبي؟ إيه لا أكلت ولا شربت ولا شي لحتى تنعس؟ مبارح ما نمت منيح والظهر كمان ما نمت. إيه بسيطة، قمنا هون؟ إيه لا كان ببيتكم. لا أنت عود، لك أنت عود. أيوة هيك الناس بتعود. بعدين بعلمك كيف بيعدوا. مو بعدين كتير بس لأرجع. انفجرت بدون فايدة وصغرت بنظرة ونظر حالك. أخ يا ريتني ما فتحت تمي. بس لو صدق إنه فعلا ما عم تقدر. أخ لو ما بحبها، لو ماني خايف على مركزي وسني.
فؤاد يا فؤاد 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 طيب يا فؤاد الكلب، إذا ما بنسيك الحليب يلي رضعته من رودينا ما بكون ابتهاج. خلي عني يا عم تسكر بوشي يا فؤاد الكلب فرجيك وهي رح اعمله صامت دقي لا تشبعي معقولة تفيقيني من هزدين نومي يخرب بيتك شو غليظة هاي طفينا لحظة شو غليظة شو هالعلقة يا أبا شو هالعلقة فصل الموبايل مو أنا يا فؤاد اللي بينضحك علي ماشي اليوم خليك تعرف مين أنا في وحدة عايز تكسب توسن إذا عشتك صباح الخير بالأول صباح النور نعم صحي زعلانة مني ومين أنت اللي زعل مني معك حق أنا شفت سكرتيرة وجفصة بس صدقيني وقتها كنت تعبانة نفسيا المهم هلأ شو بديك هو اللي ما بيعرفك بيجهلك أنا آسفة كتير
قبلت أسفك وغيره. هيدا الظرف من السيدة إيماد. شوفي ما قال لي، بس طلب مني سلمك يا، وبعد ما تطلع عليه إذا حبيتي اتصلي فيه، ما حبيتي هو براسه بيحكي معك، هيك بلغني إلك. تفضلي. الأوامر إني سلمك وأرجع بسرعة على الشركة. مرة تانية بعتذر عني وعن السيدة إيماد. خاطرك. الله معك. معقول حاط التوقيع على العقد مثل ما هو؟ طبعا اكيد خاف يخسر بابا، معناته اكيد الدرس اللي عطته اياه نفع. شو الرقمات هذا المشروع بقى؟ مشي صفيان، مشروع مجمع المدارس الخاصة. غريبة، نفس الرقم. ألو، صباح الخير أنسي سوسن. صباح النور، مين؟ معقول نسيتي صوتي؟ أنا عماد نصر الدين راضي. أهلا. وصلتك العقود والاعتذار؟ وصلت. يا ترى راح توقع العقود ولا راح تشقيها؟ انت شو رأيك؟ عسى سوسن بعتقد الكرة هلأ بملعبك، وطالما اعتذرت معناتها سوء التفاهم اللي بيننا زاد وما بقي غير الشغل. أكيد. وهي شوارب. بس انت مو مربي شوارب. معناتها مذكرتيني منيح. فكر وبردلك خبر. استاذ سالم عم يستناك. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. نعم، ما قلت لك حكيني على الشركه؟ ايه خلصت لي اخي. صرفه عم اقول لك صرفه. لا ايه صرفه، مالك شايفه شلون عم ينزل كل شوي؟ ايه وشوف لك بالنسبة للسيجارات اللي جبناها امبارح، بدي اياك تخفيهم، ما بدي بابا يعرف لك. بعدين يلا باي باي. ما خليك لك. ليش تفزتني؟ لأنك واحد جير عم ورجيك غلطك بعينك وأنت بتقلي مو أنا. بس ما بصير تفزني، أنا رح أحكي لسيد الوالد. والله شو؟ أساس نحن رفقات عم نتخانق بالحارة، بتشكيني لأمي وبشكيك لأمك، أنا رئيسك بالشغل بتسمع كلامي ولك؟ بعدين بتحب تحكي مع السيد الوالد شرف هي مكتبه، بس يا ريت تاخذ له البيانات معك مشان تطلع عليها. حتى لو غلطت مالك حق تمد ايدك علي. عجبك ما عجبك، هي باب الشركه بيفوت فيل. مع ذلك رح احكي للسيد الوالد. لك انت واحد مؤيد طول بالك. شبك شو صار لك؟ استاذ احمد لو سمحت، سالم بيك عنده اجتماع. العامة دقة 20 مكالمة ليكون هي ما بدها تحل عني. معقولة بدها تسترد الهدايا والمصاري اللي عطتني اياهم؟ وشو يعني رجع لها اياهم على قفا صرمايتي؟ لك انا شو اللي خلاني اعلق هيك علقه؟ يا مؤيد مو معقول اعصابك تضل فلتانه بهالطريقه. اعصابي مو فلتانه، لو كانت فلتانه كان فلت الشغل.
انا اعصابي مثل الحديد، مشان هيك الشركه ماشيه لهلا. يا مؤيد ما بيصير تمد ايدك على الموظفين، هذا لا ابنك ولا ابن مرتك. لك انت ما سمعتي كيف عم بيعلي صوته ويجائرني قدام موظفين الشركه؟ بدك يعني اسكت له مشان تنهز هيبتي؟ ايه بس مو تضربه. ما ضربته، نعرته نعر. بعدين هيك موظفين ما بيمشوا الا بالنعورة. انت بتعرف انه معظم الموظفين متضايقين من اسلوبك هاد؟ والله اللي بيحيجني يستخدم هذا الاسلوب معه بيكون بيستاهله. يعني ابوك رح يمرق لك اياها هلا؟ ما بيقدر الا يمرق، لانه هو بيعرف انه الشيء اللي عم بعمله لصالح الشغل. هي الشركة ما مشيت الا بالنظام، واللي بده يتجاوز النظام بده يتحمل اسلوبي. اسلوبك هاد غلط، وابوك ما بيقبله. وحياتك ولا رح يعاتبني. هيك رأيك؟ الحقيقة مؤيد ما له حق. أنا رح أخليه يعتذر منك. وقدام الموظفين؟ يلي هاني قدامه. قدام الموظفين؟ لا لا، هي صعبة شوي. لأنه بهالطريقة هي بصيروا بيعتبروا إنه كل تصرفاته وممارساته كلها غلط. وهذا الشيء مو صحيح. يعني مؤيد في عنده مشكلة واحدة هي عصبيته. أما إدارته لشؤون الموظفين فممتازة، وأنت ما فيك تنكر هذا الشيء ما هيك؟ إذا اعتذر لي بيني وبينه كأنه ما اعتذر لي. يا سيدي خليه يقبل إنه يعتذر بالأول وكتر خير الله. أستاذ أحمد، البيانات اللي عملها فيها خطأ فظيع، ولو مرت بدون ما نكتشف هذا الخطأ كنا وقعنا بمشكلة كبيرة. بس أنا يا سالم بيه، باختصار هو ما له حق يدفشك؟ ما له حق، وإن شاء الله هذا الشيء ما بيتكرر. تفضل ارتاح. أنا رح أخليه يعتذر منك، لكن مو اليوم، لأنه الحقيقة ما في عندي وقت أخذ وأعطي معه. إن شاء الله في وقت قريب. خلصنا، روق. رح أطلب لك قهوة حتى تروق. صباح يا أخي، ما رح خليك تروح لعرف شو صار لحالك. أنا جنيت ولك أنا مجنون، ولك أنا مجنون. بدي روح، يعني بدي روح. ما فيك. شوفي شوفي يعني شو بيعرف فيك؟ وصار لحاله فصل طاعت بني وزاته. لك ما بدي، ما بدي، بدي روح احضر. لك بدي روح احضر، بدي روح احضر. لك ما في روح على الجنازة. لك اليوم حكى مع عمو على الموبايل وقالت له جنازة اخوه، انا بدي روح احضرها. مصباح، لك شو جنيت؟ ولك ما بتعرف انه الشرطة والامن مراقبين هناك 24 ساعة؟ ولك تسوق نسيت كم واحد قتلنا منه؟ لك مو بس هيك، هلا بيكونوا مبعوثين بالبابرة. لك ما بدي اروح، ما بدي اروح. خلص دبر حالك. لك شو دبر حالك؟ لك شو دبر حالك؟ صير كلنا على كلياتنا مع بعض؟ إذا لقط واحد فينا من النار كلياتنا. تعال تعال يا بابا، روح روح. مصباح معي، روح تركها شوي. شباب شي، لك انت على الموبايل ما لازم تحكي. لا احمد ما فيني، لا الاسبوع ما فيني اطلع على الدبي. لك احمد مش عم حكيك انا، بدي فوت على البابا لانه يلا باي باي. أستاذ مؤيد، أنا آسف، كان لازم راجع البيانات أكثر من مرة. عن إذنك. على فكرة أحمد اللي شكاني لأبي هلأ إجا واعتذر مني. شفتي كيف إنه أنا اللي على حق؟ لا يا سيدي ما أناك على حق. لكن ليش إجا واعتذر مني؟ أبصر أبوك شو قال له وكيف أقنعه. أبوك طول عمره حقاني، وانتي بتعرفي حقاني بيقوم بيخليه هو يعتذر منك بدل ما أنت تعتذر منه. هو اللي دفشك بقى من الموظفين ولا أنت؟ هلأ بابا ما راح يطلب منه يعتذر مني، بس هو بيكون حسبها لحاله. قال لي كأنه إذا قلعوني من الشركة وين بدي روح بحالي؟ ما راح لاقي شغل أحسن من هون. قام إجا واعتذر مني. واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا 15. طول عمري أشطر منك بالرياضيات، وحساباتي هي اللي بتظبط. يعطيك العافية. الله يعافيكي. مرحبا. أهلا، فينا نشوف الأستاذ سالم؟
عنده اجتماع، تفضلوا ارتاحوا. بابا، هذا المبلغ هو سقف كلفة المشروع اللي حاطه السيد العيوني، زيادة 10% ناقص 10%، حتى لو حط 70% رح نطلع راس براس، هذا إذا ما طلعنا خسرانين. وأنا تقديري الأول وحسب الشيء الموجود بين إيدي لازم يزيد المبلغ 48 مليون ليرة على أقل تقدير. 48 مليون؟ شبك أستاذ؟ ما تحكي، ما أنت المشرف على كلفة المشروع؟ 48 مليون ما بيكفوا، هذا إذا بده المواصفات مثل ما طالبها. إيه والله لو بده يعمل قلعة مو هيك. هذا غير إنه بده إياه مقاوم للزلازل، يعني اللهم غير إذا بدكم يانا نحط من جيبتنا. مو هذا القصد يا مهدي. رائد قصده بأنه هذا الأيوبي رجل قلبه لله، والمركب اللي ما في شيء لله بيغرق، ونحن متعودين دائما إنه ندعم هدول الناس. يشهد الله انه هذا مشروع خيري، ونحن مو ناويين نربح منه ولا قرش. ها ايوه، يعني بابا ما نربح ولا قرش امر الله، بس مو نخسر نحط من جيبتنا. يعني انت ما شاء الله حولك كمان ما لك مقصر، عم تدفع زكاه على كل اموالك وفاتح تسابيو. طيب سيد ابو نضال، فيك تعمل اعاده دراسه للمشروع وتنزل الكلفه قد ما بتقدر؟ بحاول بس على حساب المواصفات. ها لا 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 لا، ما بتغير شيء بالمواصفات ابدا، بدك تحاول تعمل التخفيض عن طريق المصاريف الثانيه. امرك سالم بك. عار شو بده؟ ماله شو بده؟ طيب ايه، عارف اثنين بدهم يشوفوك شاب وصبيه وضروري كثير. خليهم ينتظروا شوي بس. اطلبي له قهوه خليهم يستنوا شوي. يعطيك العافيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ العز للرز والبرغل شنع حاله. الله يطعمنا ويرزقنا مما رزقكم. بس إذا صار معي هيك معقول سلم وراسي لفوق قولي بركي طعلي شعرة. مسكين يا ربيع، الحمد لله اللي ما نحاسس على شيء. ايه والله الحمد لله. الو، اهلين لولو خانو. الحمد لله، كيفك انتي؟
عم بشرب قهوة أنا ونورمان. لا ما عندي شي تاني. على الغدا؟ مين في عندك بالبيت؟ أنا وابني يامن لحالنا، ما في غيرنا، وهيك بناخذ راحتنا أكتر. خلص مسافة الطريق. لا مسافة الطريق زائد نص ساعة أو ثلاث ربع ساعة. أوكي باي. شو ماما؟ رح تغدي عن طانت لولو؟ تروحي معي؟ لا لا شو بياخدني أنا؟ بعدين أصلا متوعدة أنا وسلمى بنروح على المسبح الشتوي. لهالدرجة انت حاقدة علي؟ لهالدرجة بحتقرك بدون ما تسمعي عذري؟ ما في داعي. وحب اقول لك انه هذا المكتب للشغل مو للكذب والدجل. الله يسامحك. الله ياخذك. واذا قلت لك اني جاي اعتذر؟ واذا قلت لك اطلع من هون احسن ما اجيب حدا يطالعك. ما معك حق يا سوزان، ما معك حق. خلاص تعبان يا الحامل.